مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. يسعدنا ان ارحب بزملائي النهارده الاستاذه اميره فاروق والاستاذه شيماء جمال. اهلا بك يا استاذه اميره. اهلا بك استاذ ابراهيم. اهلا بك يا استاذه شيماء. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا يا شيماء. اهلا بيكي يا استاذه اميره. اهلا بيكي واهلا باعزائنا المشاهدين بسنه جديده سعيده علينا ان شاء الله. احب ارحب بيكي يا شيماء في اول حلقه ليكي معانا. اهلا وسهلا. شيماء سنه اولى كليه اعلام جامعه اسكندريه. احكي لي يا شيماء انت هتتكلمي عن ايه في السنه الجديده النهارده؟ انا هتكلم ان احنا بنبدا السنه الجديده بحماس. بنبدا السنه الجديده في بدايتها بحماس، بعد كده حماسنا بيقل فيها. هتكلم بقى عن العوائق اللي بتقابلنا في الحاجه دي. ليه لما بنبدا السنه الجديده، ليه اي سنه جديده اول ما بنبداها بحماس وهمه وبعد كده بنحبط وبنرجع تاني؟ لان احنا ممكن نكون بنحط اهداف كبيره وبعيده، فده بيكون سبب ان احنا نحبط بسببها. يعني زي ايه مثلا؟ ان احنا بنحط هدف كبير بيحتاج وقت طويل، فبالتالي بنيأس ونحبط على بين ما نوصل لتحقيقه. انت جايبه معاكي ايه ان شاء الله من السنه اللي فاتت وهتاخديه السنه دي معاكي في حلمك، في هدفك، في حاجه انت عايزه تحققيها؟ انا بالنسبه لاني دلوقتي في فتره اجازه وكلنا قاعدين من المدارس، فدي انا الفتره دي مثلا ان انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اخصص وقت بيني وبين ربنا، ان انا مثلا في قراءه القران. ده هيساعدنا برضو على الناس اللي هي بتقول انا مش بنتظم في الصلاه. طب انت بتستعدي للسنه الجديده ازاي؟ انا جايبه السنه دي معايا حسن ظن كتير قوي وكبير بالله، وجايبه معايا كمان امنيات كتيره جدا ان شاء الله هتتحقق، ما اتحققتش السنه اللي فاتت وهتتحقق السنه دي. وبالنسبه لك يا شيماء احكي لي عن ازاي اصلا انت بتحققي، بتفكري هدفك بتفكري فيه ازاي؟ انا اصلا من البدايه انا كنت حابه ادخل كليه الاعلام، والحمد لله ربنا وفقني ودخلتها. فبعمل بقى ايه يعني سيرش، احاول ان انا ابحث عن معلومات اكتر، يعني ادور على حاجات ممكن تفيدني مثلا ان انا ادخل في برامج كده. بس احنا عايزين نعرف انتوا كشباب على اي اساس بتحددوا اهدافكم؟ انا بالنسبه لي بحاول ان انا احط اهداف بسيطه بالنسبه لي ان انا احققها، فبالتالي ما بتاخدش وقت كبير، فبتدفعني ان انا احقق الهدف الكبير. طب قولي لي بقى مثل للاهداف الصغيره اللي ممكن وانت دلوقتي في فتره الاجازه تكوني بتفكري تحققي، حاجه تخليكي تحسي بانجاز وسعاده. مثلا زي الصلاه، يعني انا بفكر ان انا انتظم في الصلاه. انا خصوصا الفتره اللي فاتت دي كنت بقطع فيه، فانا عايزه اخلي وقت بيني وبين ربنا، ان انا يعني احاول على قد ما اقدر ان الوقت ده اخصصه لقراءه القران، فده هيساعدني ان انا اصلي وعشان ربنا يكتب لي التوفيق في اي هدف انا عايزاه. طيب وفي مجال دراستك في كليه الاعلام، وكان طبعا اكيد طموحه في يوم من الايام ان انت تشتغلي مذيعه او معده او تشتغلي في التلفزيون؟ اكيد طبعا انا نفسي ابقى مذيعه. انت بتاخدي معاكي ايه ادوات هتستخدميها وانت عايزه تحققي حلمك؟ يعني انا بحاول اعمل سيرش عن المعلومات المفيده اللي هتفيدني في الكليه نفسها. بحاول ان انا اخد على قد ما اقدر محاضرات اونلاين ممكن تساعدني في مجالي ده، ان هو يحقق لي حاجه كبيره يعني، واكون انسان ناجح افيد نفسي وافيد مجتمعي بيه. بس كده. ايه الو، ومعانا اتصال تليفوني. الو 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 مساء الخير يا فندم. مساء النور، يسعد اوقاتكم. استاذه مها الرواس؟ نعم. اهلا بك يا استاذه مها. يا هلا فيك. طبعا يا استاذه مها انت اكيد جايه تتكلمي معانا عن الحلقه النهارده. استاذه مها خبره 13 سنه في المجال التربوي ومديره اداره الحياه للتنميه البشريه بلبنان. اهلا بك استاذه مها. اهلا
يا هلا فيكم، يسعد اوقاتكم ويعطيكم الف عافيه. استاذه مها، حقيقه انا عم تابع برنامجكم ما شاء الله، المواضيع اللي عم تطرحوها جيده جدا وكثير بتفيد المجتمع. تمام، كنا حابين نسالك سؤال استاذه مها، ايهما اهم، الذكاء العاطفي ام الذكاء العقلي؟ طبعا كثير كثير في اشخاص بيسالوا شو الفرق بين الذكاء العقلي او الذكاء العام والذكاء العاطفي. لنقدر نعرف الفرق بيناتهم المفروض نحكي عن التعريف، انه شو هو العقل، سوري الذكاء العقلي اللي هو الاي كيو، هو عباره عن درجه الذكاء اللي بيتم حسابها من خلال قسمه العمر العقلي تاع الفرد على عمره الزمني. يعني مثلا اذا كان عمر العقلي للفرد 15 سنه وعمره الزمني 10 سنوات، بنقسمهم على بعض وبنضربهم ب 100، فبيطلع هون الاي كيو اللي هو الذكاء العقلي 150، وبالتالي هون بيكون يعتبر متفوق جدا، لانه كل شيء فوق ال 130 الاي كيو تاعه بيكون متفوق جدا. طبعا الاي كيو او الذكاء العقلي هو بيقيس المعالجه البصريه، القدره على معرفه العلم، المنطق المرن، الذاكره والى اخره. اما الذكاء العاطفي فهو دائما بيشير الى قدره الفرد على ادراك عواطفه والسيطره عليها والتقييم والتقييم لهذه المشاعر والتعبير عنها بشكل صحيح وبالوقت الصحيح ومع الشخص الصحيح. فاذا الذكاء العاطفي هو متعلق بكل مجالات الحياه، اما الذكاء العقلي فهو متعلق بالتحصيل الدراسي فقط. هو الموضوع طبعا مهم جدا وجميل، وحب اسال حضرتك فيه كتير قوي. طيب بس انا النهارده علشان وقت الحلقه هشكرك على كلامك ده، وان شاء الله تكوني معانا في حلقه تانية ونسالك فيه وتحكي لنا عن الذكاء العاطفي، اذا كان ده سؤال الحلقه الجايه ان شاء الله معانا، الذكاء العاطفي مكتسب ولا ممكن احنا نتدرب عليه. اوكي، شكرا ليكي يا استاذه. قولي لي بقى، احنا النهارده في اجازه وطبعا علشان الامتحانات اتاجلت، طبعا كل السوشيال ميديا بتكلم عن يا احنا قعدنا، قولي لي بقى وانت بتحققي هدفك واحنا قعدنا خلاص، انت دخلتي على النت وعملتي كورسات ودخلتي في كورسات اونلاين ودورتي علشان تجيبي تطوري من نفسك، وصلنا بقى ان احنا في عوائق قابلتنا. اكيد طبعا. احكي لي اول ما يعني حلمتي وفي عائق وقف قدامك وتصرفتي ازاي؟ اكيد كلنا بنمر بتجارب نفسيه، بس الاهم ان احنا نواجهها. ازاي؟ ازاي يعني؟ انا اصلا كان حلمي ان انا ادخل كليه الالسن، بس ربنا ما وفقنيش فيها، ودخلت كليه الاعلام. بس مش معنى كده ان انا افضل مكاني محلك سر، ان انا احاول اطور من نفسي، احاول اعمل على قد ما اقدر ان انا اكون انسانه ناجحه، افيد مجتمعي وافيد نفسي قبل اي حاجه. يعني انت غيرتي دلوقتي الكليه اللي انت كان نفسك فيها. طيب حبيتي بقى الكليه الجديده اللي انت دخلتيها؟ اكيد طبعا. طيب دلوقتي احنا واحنا في الطريق، اوكي، لازم هنقابل ناس كتيره قوي تقول لنا كلام كتير محبط، تتصرفي ازاي معاه؟ بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخدش يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اسمع لهمش قوي، تمام، واقفل ودني عن كلامهم، لان الناس ديت ممكن تاثر عليا بطاقه سلبيه، فده هياثر على نجاحي او على تحقيق حلمي. بس كده. ايه العقوبات اللي ممكن تواجهك في تحقيق هدفك؟ العقوبات اللي ممكن زي الاشخاص المحبطين مثلا، او ان انا افضل عايشه في مأساة الماضي. ازاي؟ ان الماضي مثلا مفيد لو احنا اخذنا منه العبر واستفدنا من الدروس بتاعته، ولكن انا معيش في اخطاء الماضي وذلول الماضي، لان اصلا باب التوبه ربنا اول يعني ربنا بيبدا يعني طريق ربنا بيبدا بباب التوبه. فمش معنى كده ان انا افضل بصه للاخطاء اللي انا عملتها واقعد احصل نفسي عليها، لا بالعكس، ان انا اتعلم منها، احاول اخليها هي اللي تشجعني في السنه الجديده دي. انا مبسوطه قوي قوي بسنك الصغير وخبرتك اللي بتتكلمي فيها، وخصوصا على ان انت بتتكلمي ان الماضي ما ينفعش ناخده معانا واحنا ماشيين. اكيد هيكون حمل تقيل. ايوه، بس عايزه الفت نظرك لحاجه، احنا واحنا بنسمع لازم اللي بيقول لنا حاجه نسمعها. اكيد في 10 بيقولوا لنا كلام علشان يجيبوا لنا احباط، بس في 2 ممكن يكونوا بيقولوا لك حاجه، ممكن حد يكون فعلا مش بيحبك بس يقول لك حاجه
تاخدي بالك منها وتسمعيها ولا 1%، وفكري فيها وتفلتريها جوه عقلك، هو الكلام ده هينفعني ولا هيضرني. احنا دايما بنقسم حياتنا لناس بتقول لنا كلام ايجابي وناس بتقول لنا كلام سلبي. أكيد. السلبي ده مش دايما كله وحش، احيانا بيكون في نسبة صحة بسيطة، لو انتبهنا لها هنراجع نفسنا، والمراجعة دي بتفيدك انت في الاول وانت ماشية بقى. افكارك الايجابية بتاخديها معاكي، بتعملي بتاخدي الافكار الايجابية دي بتشجعك على ايه؟ ان انا يعني احاول اخطط تخطيط جيد، ما امشيش بعشوائية او واقع الخيال، لا احاول ان انا اخطط بنظام. احكي لي مثل. احكي لك مثل يعني وانا بخطط تخطيط ايجابي، النظام ده هيفيدني في ايه؟ النظام ده هيفيدني ان انا احقق هدفي بطريقة سليمة. برافو عليكي. استاذة شيماء، عمرك كان ليك هدف اكبر منك؟ اكيد طبعا كتير. طيب كملتي ولا لا؟ حاولت على قد ما اقدر ان انا واجه اللي بيقف قدامي في تحقيقه، حتى لو مش هقول كملت كله بس كملت جزء حتى منه. تمام. طب بناخد فاصل وبنرجع تاني نكمل بعد الفاصل. شيماء انت عسل ما شاء الله عليك. حزب حماة الوطن، أمانة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. بعدما حققه حزب حماة الوطن من نجاح كبير في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب لعام 2020، وحصد عدد مقاعد كبير في المجلسين، وفي ظل المناخ السياسي البناء الذي يدعمه السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحرص كبير على المشاركة الفعالة في المجتمع المصري والتي يحرص عليها ويوجه بها السيد رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن بالجمهورية، والسيد اللواء محمد الفخراني رئيس الحزب بمحافظة الشرقية. وعلى ضوء كل ما سبق، كان الاجتماع الأول لأمانة مركز الحسينية بحضور الأستاذ محمد عبد الحميد عطوان الأمين المساعد لمحافظة الشرقية، للوقوف على آخر التطورات على المشهد الحزبي ووضع آليات عمل وجداول تنفيذ للارتقاء بخدمات كل المناطق في جميع المراكز التي تغطيها الأمانة العامة للحزب لما فيه الخير لمجتمعنا ووطننا الحبيب مصر، وتشكيل يضم قيادات شبابية فعالة وطموحة هي بكل فخر مصر المستقبل، على أن تكون هناك تغطيات إعلامية مستمرة لكل النشاطات القادمة للأمانة. حفظ الله مصر وشعبها. حزب حماة الوطن. ابراهيم هتسيبني اختمها. ايه الحلم اللي ممكن تحققيه وما تحققش معاكي؟ يعني حضرتك تقصد الحلم اللي انا بفكر اعمله بس ممكن يكون ما تحققش؟ في احلام كتيره طبعا، بس انا على قد ما اقدر ان انا ما يأس واقف مكاني، ان انا احاول اقرب من الاشخاص اللي هم ممكن يسببوا لي طاقه ايجابيه تدفعني للنجاح، وبرده افتكر مقوله ان السهم بيحتاج للرجوع للوراء لكي ينطلق للامام بقوه. بس هايله هايله يا شيماء ما شاء الله عليكي. قولي لي يا شيماء، انا كنت حابه اسالك يا استاذه اميره، بتحققي اهدافك ازاي؟ انا اصلا لما بفكر في الهدف نفسه لازم بيكون بيحقق لي سعاده، لان الانجاز عندي مهم جدا، مبدأ الإنجاز في حياتي مهم قوي، فلما بعمل حاجة بحس بسعادة دايما، كمان بربطه برضا ربنا، وكمان بربط دايما أي حلم بحلمه بوقت معين. لما بربط أي هدف بوقت معين، أنت ممكن تحلمي وتفكري في هدف. لو قلتي إن أنا السنة دي مثلا السنة كلها هديها الهدف واحد، يبقى الوقت ضاع. لازم تعملي مانجمنت للوقت، يعني انا من يوم الشهر ده مثلا ناويه اعمل اظبط وزني، بدي نفسي رينج وقت، دي بتحققي انجاز، بتعمل انجاز جميل جدا. انت مثلا عايزه تاخدي كورس انجليش،
مش هقول انا السنه دي ان جنرال انا هاخد كورس انجليش، لا انا السنه دي من شهر واحد لشهر اتنين هاخد كورس انجليش، من شهر اتنين لشهر تلاتة هشتغل على وزني، من شهر تلاتة لشهر اربعة مثلا هتعلم وانا فعلا هاخد كورس فعلا اسمه علم النفس الايجابي. لما بتشتغلي على نفسك وانت محدده وقت بتنجزي اكتر، وده طبعا بيخليني منتهى السعاده. ومعنا صور دلوقتي للاستاذ محمد عطوان صاحب ومدير شركه سيارات ابو عطوان ومدير الحزب حماه الوطن، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. وده المهندس وجيه وكيل حزب الوطن. نكمل كلام ابراهيم، خلاص كانت مش في الحلقة. ومعانا مكالمة تليفونية. الو الو، مساء الخير. مساء النور. مين؟ انا سليمان اقرأ في العربي. مرحب بيك. كويس الحمد لله. مارينا ايه مش سمعك لو سمحت؟ نعم مش سمعك. هنرجع لحلقتنا. قوليلي يا شيماء، وانتوا شباب دلوقتي في السن بتاعك، ازاي سنكوا ده بيفكر يحقق هدف او حلم؟ يعني انت بتختاري الحلم على اساس ايه؟ انا بختار الحلم على اساس قدراتي وامكانياتي، يعني برضو والمجال اللي انا فيه. يعني هايل، قدراتك وامكانياتك، فصصي لي بقى قدراتك وامكانياتك دي بالتفصيل. ان انا احاول اكون اكبر من حلمي، ما احصرش نفسي، يعني دايما ما ابصش للحلم ده ان هو اقل مني، بحيث ان انا اقدر اوصل له، لا في غيري عمله ووصل له وحققه، فانا المفروض ان انا اسعى يعني لحد ما اقدر احققه. وبرده مش هو ده اللي هيخلي لي قيمه في المجتمع، ان يعني انا ما ابصش من غيره ان انا مش هيبقى ليا قيمه في المجتمع او هيبقى ليا حاجه، لا هو طبعا ربنا كاتب لكل واحد نصيبه، بس كل ما علينا ان احنا نسعى لتحقيقه بس كده. وكانت دي وده كان موضوع حلقتنا النهارده، وبسطنا جدا بيك يا استاذه شيماء، وبسطت قوي معاك يا ابراهيم. ربنا يخليك يا استاذه. وكانت حلقه جميله، ونتمنى ان شاء الله لينا وليكم سنه جديده سعيده وفيها اهداف وتحقيق وانجاز. والى اللقاء في حلقه خلاص.